Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Abdul Hafiz. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama, yaitu temanya Surah Al-Maidah ayat 2-3. Ayo kita simak video pembelajarannya berikut ini. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat kedua dari Surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash-shahral harama wal hadya wal qalaid ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Masuk ke ayat selanjutnya. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم.